مرحبا. اليوم رح نعمل شطة بردي، يعني مش على النار. تمام، هنستخدم حار ونعناع بندورة، ممكن احتاج شوية مي. تمام، نحط البندورة. هلا بدي اخلطها. نحط النعناع. بنصرف النعناع بهي الطريقة غير الأعواد طبعا. بنحط قرون الحار، نشيل بس الأخضر تبعها. أوكي، أعطيني شوية ملح. بهاي الطريقة بنحط شوية ملح. حط شوية، ممكن اضطر تضيف شوية مي على حسب ما ينعصر معي. تمام، حاولي تاكلي بندورة قبل العصر عشان تعمل لك المي وتقدري تعصري الباقي. أنا شايفة البندورة عطت مي حلو، فما حقدر زيد مي لأن هاي الشطة طيبة تكون كتير شوي. الخلاط مدمن، مطرطش لي نص الكمية. ان شاء الله ما توقعت البندورة تعطي مي بهالطريقة. ما بالعادي بتفضل شوية مي تبقى البندورة ناشفة، فهالمرة البندورة عطتني مي زيادة. هيك بكون خلص معي. هلا بنحطهم بالكاسات التقديم. لاحظوا خليت حر، ما زاد معي عشان اعمل منظر حلو بالشطه. وهيك الشطه بتكون خلصت. ممكن تقدموها مع كبسه، مع مشويات، مع اللي بتحبوا. اللي بيحب الشطة ممكن يأكلها مع أي وجبة معينة. ويعطيكم العافية على المتابعة. وشكرا لكم. ما تنسوا الاشتراك، بتدقوا الجرس، تعملوا لايك، وشكرا لكم.